وتتابعونا في هذه الحلقة. مصر تدعو البرلمان الليبي للاجتماع في القاهرة بعد تأجيل ثان لاجتماع غدامس. هل اقترب توحيد البرلمان تحت مظلة بنغازي ورعاية القاهرة؟ البرلمان اللبناني يرفع السرية عن حسابات المسؤولين ويؤجل البتة في قانون استرداد الأموال المهربة. فما هو مصير مليارات الدولارات في الخارج؟ دعت مصر البرلمان الليبي للانعقاد في القاهرة، وتزامن ذلك مع تأجيل ثان لاجتماع برلمانيين في مدينة غدامس الليبية. وكان يفترض أن يبحث الاجتماع توحيد البرلمان. ما الذي دفع إلى تأجيل الجلسة في غدامس؟ وكيف سيمكن تسوية ما بقي من خلافات بين أعضاء البرلمان حول المناصب؟ وهل يمكن لاجتماع القاهرة أن يفتح الطريق أمام الحل السياسي؟ للمرة الثانية لم يتمكن أعضاء البرلمان الليبي من عقد جلسة عامة كان من المقرر عقدها في مدينة غدامس لانتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان، وفي حين أن هناك مساع تجري لكي يعقد البرلمان جلسته الكاملة في القاهرة لضمان التوصل إلى التوافقات المطلوبة، فإن اجتماعات البرلمان في بنغازي ما تزال تنظر في أفق التسوية السياسية الشاملة وكيفية معالجة التوزيع الأنسب بين رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الرئاسي والحكومة وغيرها من المناصب السيادية. التوصل إلى توافقات يبدو صعبا حتى الآن، لا سيما وأن جهود البعثة الأممية التي تقودها ستيفاني ويليامز تتعثر هي الأخرى أمام عقدة التسميات حتى بعد التوصل إلى آليات لاختيارها. الخشية هي أن إطالة أمد التفاوض حول تلك الآليات والأسماء التي تقف في مقابلها يمكن أن تؤدي إلى إحباط الجهود التي راكمتها عدة أطراف عربية ودولية تحت تأثير التدخلات التركية التي تريد للأزمة أن تستمر. مساعى القاهرة لجمع الشمل البرلماني يمكن أن توفر مخرجا من هذه العقدة، وهو ما يمكن أن يدفع إلى الإسراع بإنجاز الحلقات الأخرى المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة. قضايا الخلاف لم تعد معقدة بحد ذاتها، لا سيما وأن طرفي النزاع نجحا في تسويتها من خلال ما تم التوافق عليه من معايير لإدارة البلاد وآليات توزيع المناصب السيادية، إلا أن التفاصيل القانونية والدستورية المتعلقة بالمرحلة المقبلة ما تزال تتطلب تسويات تقنع الطرفين. الحل الذي يبدو بعيدا الآن يحتاج إلى توافقات تضمن تماسك الحل السياسي وتوفر لمؤسسات المرحلة الانتقالية القدرة على العمل وضمان عدم العودة بالبلاد إلى الوراء، وهذا ما يزال يتطلب المزيد من جهود الراغبين بإنهاء الأزمة. مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفين، انضم إلينا من بنغازي سيد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، أهلا بك معنا. أرحب معنا من القاهرة باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالأمن القومي والشؤون الإفريقية، أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد عبد الحفيظ، إذا دعوة جديدة من مصر للبرلمان الليبي لاجتماع في القاهرة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ماذا تحمل هذه الدعوة من جديد في سياق هذه المساعي الحثيثة لتوحيد البرلمان الليبي، وما هي فرص نجاح هذه المساعي الجديدة من قبل القاهرة في الوصول إلى تحقيق هذه المساعي بتوحيد البرلمان الليبي باعتقادك؟ مساء الخير أختي الكريمة للمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم من القاهرة.
يعني للأسف الشديد يعني الأزمة الليبية يعني نتقدم خطوة على طريق الحل ثم نتقهقر خطوات للخلف. كان يفترض أن تكون جلسة غدامس بعد أن شهدت طنجة المغربية اجتماع مجلس النواب وعدد يعني زاد عن 120 نائبا حضروا في طنجة، كان يفترض أن توحد، ولكن للأسف غياب رئاسة البرلمان الرئيس ونائبين حال دون عقد الجلسة، لأن الجلسة بهذه الطريقة لن تكون قانونية، لأن الدعوة تكون من الرئيس أو من نائبي الرئيس ولم يحضر منهم أحد، وبالتالي تأجلت الجلسة وتأجلت مسألة التئام البرلمان في مقره في بنغازي أو في طبرق أو في أي مدينة ليبية. المشكلة أن رئاسة البرلمان الرئيس والنائبين لم يحضرا، وأعتقد في ظني أنهم لن يحضرا جلسة قريبة للبرلمان. جهود القاهرة الآن، القاهرة سبق أن يعني دعت البرلمان لعقد جلسة لم شمل البرلمان في القاهرة قبل طنجة، قبل أن تدعو المغرب إلى ذلك. وأعتقد أن يعني إذا عقدت يعني جلسة مع بعض البرلمانيين في مصر هي لتقريب وجهات النظر ولتذليل الصعوبات أو الخلافات التي حالت دون انعقاد مجلس النواب في غدامس بالأساس، لأن غدامس مدينة ليبية ولا غير أن تعقد في أي مدينة ليبية، ولكن أن تعقد استثنائيا في الخارج فهذه فقط لجهود يعني حل الخلافات المستفحلة بين أعضاء مجلس النواب وبين رئاسة مجلس النواب وباقي الأعضاء خصوصا المقاطعين في طرابلس. فالقاهرة كما يعني بذلت مساعي منذ يعني بدء الأزمة في 2014 ووحدت الكثير من الجهود خصوصا في المسار العسكري الذي زرعته القاهرة والذي أحرز تقدمات كبيرة مؤخرا، أعتقد أن القاهرة ستبذل المساعي لحل الأزمة السياسية التي تعهدت بالعمل على حلها والتقريب بين وجهات النظر. ولكن لا أعتقد أن جلسة مكتملة النصاب ستعقد في القاهرة، أعتقد أن القاهرة هي فقط لتقريب وجهات النظر لحل الخلافات التي حالت دون عقد الجلسة. لماذا؟ لأن الوقت يمضي ويمر بسرعة، تم تحديد موعد لإجراء انتخابات نهائية، يجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية، والسلطة التنفيذية تتطلب أن يكون هناك برلمانا يعني يواكب عملها ويشرع لها للمرحلة الانتقالية الأخيرة. يعني بالفعل سيد عبد الحفيظ أجبت عن تساؤل مهم يعني فيما يتعلق بالمكان الذي تدور به هذه الاجتماعات، واسمح لي أشرك معنا اللواء محمد عبد الواحد وأجدد الترحيب به معنا سيد محمد. يعني هنالك من شكك في قانونية انعقاد الجلسات في غدامس المتعلقة بمساعي توحيد البرلمان، ألا ينطبق يعني خصوصا أن لابد أن تعقد هذه الجلسات فقط في بنغازي، ألا ينطبق الأمر أيضا على هذه الجلسات التي تعقد في القاهرة؟ وبالتالي ألا يرفع ذلك من أصوات التشكيك التي تتساءل حول لماذا تعقد جلسات توحيد البرلمان في القاهرة وليس في بنغازي؟ تمام يا فندم، أشكر حضرتك وأشكر ضيفك الكريم. أولا ليبيا بتمر بظروف استثنائية شديدة في الاستثنائية، هناك منذ العملية التسوية السياسية أو حتى 5+5 هناك حالات استقطاب شديدة جدا وحالات الحقيقة تدخلات خارجية خاصة تدخلات إقليمية، وده بيزيد من الأمور تعقيد. مصر حريصة على التواجد في الملف الليبي زي ما ضيف حضرتك الكريم منذ بدء الأزمة في ليبيا، التواجد بشدة باعتبار أن ليبيا هي العمق للأمن القومي المصري من منطلق ثوابت سياسية واقتصادية وروابط اجتماعية كمان. مصر تعلم تماما أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بأيادي الليبيين أنفسهم، وبالتالي خلال الفترة السابقة لاحظنا وجود تدخلات خارجية كثيرة جدا خاصة تدخلات إقليمية وحالات استقطاب شديدة جدا قد تعرقل حتى مسيرة عملية الحوار السياسي. هناك مقاومة شديدة جدا من أعداء، سواء من أعداء الداخل أو من قوى إقليمية، هناك أمراء الحرب ما زالوا يعرقلون ويقاومون ويشجعون بالمال السياسي بعض الأطراف لعملية التشكيك حتى في أي مبادرات سياسية أو التشكيك حتى في أسماء الناس أو الأفراد المشاركين في عمليات التسوية. وبالتالي احنا عايزين نوع من الاستقرار، عايزين نوع من
التوافق ما بين كافة الأطراف الموجودة. وأتخيل أن انعقاد البرلمان في ليبيا في القاهرة سوف يكون له الأثر الإيجابي لوضع خارطة طريق خلال الفترة القادمة يعني حتى المشي قدما في عملية التسوية السياسية طبقا لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن والجهود الدولية. احنا ماشيين تماما بالتوازي مع الجهود الدولية في هذا الشأن، ودائما ما ندعم هذه الجهود، ولكن بموافقة ليبية. يجب أن يكون المسار السياسي متفق تماما مع الإرادة الشعبية الليبية. طيب سيد عبد الحفيظ، يعني كنت أشرت إلى هذا التأجيل الذي طرأ على جلسة البرلمان والأعضاء في غدامس، هل لك أن تشرح لنا الأسباب التي أدت إلى تأجيلها؟ وعلى ضوئه باعتقادك، هل تلاشت آمال انعقاد هذه الجلسة مجددا في غدامس؟ هو الأخت الكريمة، السبب عدم انعقاد الجلسة الأولى في إغدامس هو عدم حضور الرئيس ونائبي الرئيس، لأن يجوز عقد طبقا للنظام الداخلي للبرلمان عقد جلسات البرلمان بموافقة ثلثي الأعضاء في أي مدينة خارج المقر الدستوري للبرلمان. وأنت تعلمي أن مقر البرلمان هو بنغازي، ولكنه عقد ويعقد في مدينة طبرق نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وعدم إمكان استقبال بنغازي في ظروف الحرب ضد الجماعات الإرهابية للبرلمان. إغدامس حضر ثلثي الأعضاء ولكن لم يحضر رئيس البرلمان ولا نواب الرئيس الاثنين، وبالتالي تعذر عقد الجلسة، أجلت لإجراء تسوية واتصالات حتى يمكن أن تعقد جلسة في حضور نائبي الرئيس أو في حضور رئيس البرلمان حتى يكون الانعقاد صحيح طبقا للنظام الداخلي للبرلمان، ولكن هذا لم يتحقق. وأعتقد أن الخلافات لا زالت يعني قائمة بين الأطراف، ليس على مكان انعقاد ولكن على برنامج أو على أجندة الاجتماع. لماذا؟ لأن كان يجب أن تكون الأولوية للاجتماع هي لجمع شتات البرلمان ولتوحيد جهوده ولإنهاء مرحلة الانقسام تمهيدا لمواكبة عمل السلطة التنفيذية الجديدة الرئاسي والحكومة التي ستتمخض عنها اجتماعات تونس برعاية الأمم المتحدة. ولكن للأسف وضع على جدول الأعمال مسألة الرئاسة وانتخاب رئاسة جديدة واستبعاد السيد عقيلة صالح من رئاسة البرلمان، هذا فجر الخلاف مجددا، وهذه مسألة لم تكن يعني من المفترض أن تطرح في هذه الظروف. لماذا؟ لأن السيد عقيلة صالح لديه مبادرة سياسية للحل ولديه برنامج سياسي هو الذي على ضوئه تم الدفع بالمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية باتجاه الحل وبرعاية الأمم المتحدة، فليس من الحكمة أن يوضع على جدول الأعمال إزاحة أحد أطراف الصراع. لماذا؟ يعني لماذا يصار إلى تنحية رئيس البرلمان في هذا الظرف؟ لمصلحة من؟ لا أعتقد أن المصلحة الوطنية تقتضي هذا الذي تم التوافق عليه في غدامس بين الأطراف، وهو ما أفشل جهود الاجتماع. الآن الشقيقة مصر يعني سبق وأن دعت البرلمان أو رئاسة البرلمان إلى الاجتماع، وأعتقد أن يعني في قراءتي أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة والعمل على عقد جلسة للبرلمان بكامل أعضائه وبهيئة رئاسته وبثلثي أعضائه حتى يستطيع أن يتخذ قرارات مهمة. لماذا؟ لأن مطلوب منا أن يضمن في الإعلان الدستوري العملية السياسية الجديدة خارطة الطريق التي تقوم الأمم المتحدة برعايتها والتي تعثرت هي الأخرى في خلاف حول الآلية التي يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي نأمل أن يعني تنتهي خلال الأيام القادمة كما ذكرت المبعوثة أو القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا. وبالتالي يعني الدور المصري يعني مهم جدا بين الفرقاء، بالرغم من أن البعض يعني لا يتعاطى إيجابيا مع الشقيقة مصر من بعض الأطراف الذين قاطعوا البرلمان، ولكن أعتقد مصر استقبلت كل الوفود من كل الأطراف من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. صحيح، وهذه النقطة ما أود أن أشير إليها في أهم مسارات حل الأزمة. نعم، يعني بالفعل مصر استقبلت العديد من الوفود، ومن ضمن الوفود إذا ما سمحت لي، يعني كشفت مصادر برلمانية ليبية عن زيارة سرية قام بها وفد برلماني مكون من 9 نواب غالبيتهم من الحاضرين لاجتماع غدامس الأخير وصلوا إلى مصر. واسمح لي أسأل في هذه النقطة سيد محمد عبد الواحد، يعني ما حقيقة هذه الزيارة هنا سيد محمد، وما الهدف من زيارة هذا الوفد لمصر؟
زي ما اتفقنا ان هناك بعض العراقيل في انعقاد البرلمان في ليبيا، وبالتالي مصر حريصة على عملية انها تعمل توافق سياسي ما بين الأطراف الليبية، وان التوافق يجب ان يكون ليبي. هناك بعض المشاكل الداخلية زي ما قلت لحضرتك، وتعرض البعض لعمليات استقطاب وعمليات حتى بإعاز من الداخل لعدم استكمال عقد البرلمان. هناك مشاكل داخلية ليبية، مصر بتحاول ان احنا نعمل توافق ما بين الأطراف ونقرب وجهات النظر، ولكن القرار في النهاية إلى البرلمان الليبي. هذا بيأتي أيضا في إطار المساعي المصرية لدعم المؤسسات الليبية الشرعية، منها خاصة البرلمان. ومصر لديها علاقات طيبة جدا سواء مع البرلمان أو مع كافة المؤسسات الشرعية الموجودة في ليبيا سواء في الشرق أو في الغرب، وتاريخ مصر خلال الفترة السابقة يشهد على ذلك، إنها بقت طرف أصيل حتى في الأزمة الليبية، وحضورها الفاعل في كافة الاحتفالات الدولية والإقليمية الخاصة بالملف الليبي. أتخيل أن ممكن خلال الفترة القادمة نصل إلى حالة توافقية سياسية تتعلق بعملية البرلمان. نعم. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة تتم، يعني بنمشي بالتوازي مع المسار السياسي، وبنحاول أن احنا نقف قدام تطلعات القوى الإقليمية. نعم. اللي موجودة، اللي بتسعى دائما للتواجد وبقوة في ليبيا وخلق الفرقة داخل الأشقاء الليبيين، وده بيأثر بشكل سلبي على الأمن القومي المصري بصورة مباشرة. يعني التواجد التركي بهذه القوة في الداخل الليبي ده بيشكل له تأثير سلبي سواء على الأمن القومي المصري أو حتى تعامل الأمن القومي المصري مع ملفات إقليمية أخرى. هذا صحيح سيد محمد عبد الواحد. التشابك والمقايدة. نعم، يعني نحاول أن الحصول إذا ما كان توفرت لديك المزيد من المعلومات سيد عبد الحفيظ حول هذه الزيارة لتسعة من النواب غالبيتهم من الحاضرين في اجتماع غدا مساء إلى القاهرة. هل رشح أي معلومات حول هذه الزيارة؟ ويعني إلى أي مدى أنتم متفائلون بأن تنجح هذه المساعي في القاهرة في إنهاء هذه الأزمة بتوحيد البرلمان باعتقادك؟ القاهرة يعني احتضنت العديد من الاجتماعات سواء كان معلن عنها أو لم يتم الإعلان عنها للأطراف المختلفة. هي استقبلت وفد يضم يعني سياسيين وعسكريين من منطقة من غرب ليبيا من أحد أطراف الصراع، واستقبلت نواب، واستقبلت وفد عسكري وسياسي ايضا من شرق البلاد. كل ذلك اعتقد يعني من اجل يعني المضي في المسارات التي نصت عليها يعني مبادره القاهره او اعلان القاهره. نعم. الذي تم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور السيد عقيله صالح وقائد الجيش الليبي. وهذه المبادره مهمه جدا لانها يعني عملت مقاربات للازمه الليبيه من النواحي الامنيه والسياسيه والاقتصاديه، وهذا مساله جيده، وفصلت في الكثير من مسارات هذه الأزمة. وعندما انطلق المسار الأمني شهدت مدينة الغردقة المصرية اجتماعات هذا المسار، والذي توج بتوقيع الاتفاق الذي ثبت وقف اطلاق النار في ليبيا، وفسح المجال أمام المسار السياسي لينطلق وليتحرك في تونس، وكذلك للمسار الاقتصادي الذي يمضي بشكل جيد من أجل إحداث إصلاحات اقتصادية. إذن القاهرة هذا هو يعني عملها وديدنها في الفترة الأخيرة لتقريب وجهة نظر، لأن أكثر دولة يهمها تحقيق الاستقرار في ليبيا هي القاهرة، باعتبار أن ليبيا هي كما ذكر الضيف الكريم هي العمق الاستراتيجي لمصر، وهي مسألة أمن قومي بالنسبة للشقيقة مصر. ومصر هي بالنسبة للعرب مش فقط لليبيا، هي رمانة الميزان، وهي التي تتحرك من أجل يعني إطفاء الحرائق هنا وهناك. واضح سيد عبد الحفيظ. ليبيا هي المنطقة الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة للقاهرة. أعتقد أن استقبال القاهرة لعدد تسعة من النواب الذين قاطعوا البرلمان والذين انشقوا عن
عن السلطة الشرعية، والآن تستقبل النواب من المنطقة الشرقية وهي البقية من النواب. أعتقد هذا يهدف ويؤشر إلى المساعي التي تبذلها القاهرة من أجل ردم الهوة بين المختلفين ومن أجل عودة المسار السياسي الذي يمثله البرلمان للانعقاد. وأعتقد أن هذه الجهود سيكتب لها النجاح بإذن الله. طيب سيد عبد الحفيظ، كنت أشرت إلى بعض الخلافات حول هذه الاجتماعات التي عقدت في غدامس، ومنها رغبة البعض باستبعاد عقيلة صالح وتنحيته من رئاسة البرلمان. ولكن السؤال هنا، لماذا كل هذا الجدل الكبير حول آلية وماهية الشخصيات خلال هذه المرحلة، إذا كان الهدف من اختيار هذه الشخصيات هو يهدف المرحلة الانتقالية فقط في البلاد، وهي مرحلة مؤقتة وليست دائمة؟ صحيح. السبب الرئيسي لأنه لم يعد لدى الليبيون ثقة في كل الأجسام الموجودة في المشهد السياسي، لأن هي التي عرقلت وعطلت. نعم، هناك تدخلات خارجية وهناك حسابات يعني مصالح إقليمية ودولية، ولكن لا ننسى أبدا أن الخلافات بين الأطراف الليبية ساهمت بقدر كبير جدا ووافر في يعني عدم تسوية الأزمة وفي استفحال الأزمة واستعصائها عن الحل. هذه حقيقة أن الأطراف الليبية، وأنا عندما يقول حوار ليبي ليبي أعرف أنه سنذهب إلى طريق مسدود. يجب أن تكون هناك رعاية لهذا الحوار حتى يتحقق، وتكون هناك ضغوط حتى على الأطراف الليبية للجلوس ولإعلاء المصلحة الوطنية. لماذا؟ لأن الليبيون يتهمون هذه الأطراف بأن لا تريد أن نمضي إلى انتخابات وأن نغير هذه الأجسام. كل يريد أن يتمسك بموقعه، مجلس الدولة، مجلس رئاسي، مجلس نواب، لا أحد يريد أن يغادر المشهد. هذا هو لسان حال الليبيين في هذه الأثناء، وبالتالي هم يريدون أن تتغير هذه الأجسام. ولكن قبلنا على مضض أن تستمر هذه الأسام لمرحلة انتقالية أخيرة، ولكن تكون هناك ضمانات حتى نذهب إلى الانتخابات في نهاية العام القادم. لم يتبقى إلا عام أو أقل من العام الآن على هذه الانتخابات، ولم لا تشكل حكومة، ولم يتوحد مجلس النواب، ولم يتحقق شيء. هم يتحدثون عن الانتخابات ووجوب الذهاب إلى الانتخابات جميعا، الرئاسي أو النواب أو الدولة يتحدث الانتخاب، ولكن لا أحد يعمل من أجل تحقيق ذلك، من أجل الذهاب إلى الانتخابات. الذهاب إلى الانتخابات يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، التئام البرلمان، التشريع للانتخابات، وضع قاعدة دستورية حتى نذهب إلى انتخابات، ولكن لا أحد يتحرك. من يتحرك هي البعثة الأممية التي تقترح والتي تنشي والتي تشكل لجان من أجل هذا العمل. أما الأطراف الليبية فهي لا تتحرك على الإطلاق، بل تختلف ولا تريد أن تنعقد، وبالتالي تمضي في الأزمة وبالتالي يستمر في المشهد. وهذا هو واقع الحال في ليبيا. واقع الحال أن الأطراف الليبية باتت تتمسك بمواقعها، لا تريد أن تغادر، تتحدث عن الانتخابات ولا تفعل شيئا من أجل الذهاب إلى الانتخابات. وهذا طب إذا كان الأمر كذلك يعني سيد محمد، يعني هل أنتم متفائلون؟ ولا يريدون سماعه مجددا. إذا كان استمرنا في مرحلة انتقالية يجب أن تكون هناك ضمانات حتى حقيقة نذهب إلى انتخابات في 24 من ديسمبر من العام القادم. وهل أنتم متفائلون سيد محمد بإمكانية الوصول إلى إصلاحات حقيقية بالفعل في مجلس النواب، بداية من انتخابات هيئة الرئاسة، إعادة تشكيل اللجان، مرور بتعديل اللائحة الداخلية، ووضع خارطة طريق لتوحيد المؤسسات الليبية، تمهيدا الوصول لانتخابات خلال عام كما أشار هنا سيد عبد الحفيظ غوقة؟ هل ستفلح الجهود المصرية بالفعل في دفع الأطراف الليبية لتحقيق ذلك؟ وهل هناك تنسيق أيضا بين الجانب المصري وبين البعثة الأممية، خصوصا بعد تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا لرعاية هذه الأزمة؟ نعم طبعا، مصر تتفهم الأزمة الليبية تماما، ومصر لديها اتصالات واسعة مع كافة الأطراف الليبية سواء في الشرق أو في الغرب، وتعمل دائما على فرض الإرادة الليبية بالأخص بالمنطلق أن أي تسوية سياسية يجب أن تتم من خلال الليبيين أنفسهم. مصر تعلم تماما أن أي تدخلات إقليمية أو خارجية قد تفشل العملية السياسية أو حتى العملية الأمنية. مصر دائما حريصة على أنها المسار السياسي أنها تتعاون مع الجهود الدولية، خاصة جهود الأمم المتحدة في هذا المسار، ودائما ما تدعم وتطلب من المجتمع الدولي إلى أهمية إنهاء المسار السياسي وبأقصى سرعة
لأن إطالة الوقت قد يعرقل من عملية التسوية السياسية كما تشاهدي حضرتك. الجزء الثاني، هذا الاجتماع في القاهرة مع أطراف دون أطراف هي عملية توافقية، هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين الأشقاء الليبيين في بعض الأمور، ولكن عملية الاتصالات السياسية التي تتم حتى وإن أخذت الطابع السري، ولكن تتم دائما لتقريب وجهات النظر وسماع كل طرف على حدة، ومحاولة الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. وكافة الأطراف الليبية سواء في الشرق والغرب يعلموا تماما بالنوايا المصرية لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا في أسرع وقت ممكن، وأن هناك تخوف من أن إطالة الوقت يسمح لأطراف دولية وإقليمية بالتدخل وتعقد المشكلة الليبية مرة أخرى. الفترة القادمة إن شاء الله أنا شايف أني هيتم يعني تسوية سياسية بمباشرة مصرية، يعني هتتم الدفع إلى الأمام في اتجاه العملية التسوية السياسية. أشكرك جزيلا لواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية من القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. كما أشكر أيضا من بنغازي سيد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا، وراء الحدث متواصل من استوديوهات الغد في لندن، وبعد الفاصل نناقش. البرلمان الليبي يرفع السرية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات ويؤجل البت في قانون استرداد الأموال المهربة، فما هو مصير مليارات الدولارات في الخارج؟ أهلا بكم من جديد. أقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وذلك لاستئناف التحقيقات في أعمال الفساد. هل يفتح ذلك الباب أمام المانحين الدوليين لكي يستعيدوا الثقة بعمليات المصرف المركزي؟ أم أن التحقيقات تقصد البحث عن أكباش فداء؟ وهل تؤدي التحقيقات إلى تبرئة حاكم المصرف المركزي؟ وما هو مصير قانون استعادة الأموال المهربة؟ التحقيق في أعمال الفساد يتطلب فهما لعملياته وآلياته المعقدة في لبنان، ومن دون وثائق فإن ذلك الفهم مستحيل، والعجز عن الوصول إلى الوثائق هو الذي دفع شركة الاستشارات الفرايز أند مارسال إلى الانسحاب الشهر الماضي، وهي التي كانت تتولى مهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. المصرف المركزي ألقى بالكرة في ملعب المجلس النيابي طالبا الموافقة على رفع السرية المصرفية، وها هي الكرة تعود إليه من جديد بعد أن سمح المجلس للمحققين بأن يطلعوا على ما يطلبون. الشكوك الدولية تدور حول عمليات مصرفية كانت تنتهي لفائدة حزب الله وحركة أمل، ويريد المانحون الدوليون أن يتيقنوا من أن أعمالا من قبيل تبييض الأموال أو إبرام عقود مشبوهة لن تعود لتتكرر في حال تم تقديم منح وقروض جديدة للبنان. الثنائي الشيعي يتهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالتضييق عليه تطبيقا للعقوبات الأمريكية، ويريدان التخلص منه، بينما لا يخفي المسؤولون الأمريكيون ثقتهم به، وهو ما يجعل التحقيقات جزءا من الصراع السياسي الداخلي. مع ذلك فإن عمليات الفساد التي غالبا ما كانت تتم تحت غطاء حكومي تضع المصرف بين فكي الرحى، أي بين أن يؤدي دوره لتسيير العمليات المصرفية للحكومة وبين عجزه عن الكشف عن طبيعتها الفاسدة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أحد أكثر المتحمسين للتحقيق في عمليات المصرف سعيا للانتقام من سلامة، ولكنه انتهى إلى القول إن جدار الفساد ثخين وأعلى من أن يتم إصلاحه، وهو يعرف أن عرقلة التحقيقات جاءت من تلك الأطراف نفسها التي تتهمها الولايات المتحدة بالفساد. مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل قال خلال زيارة إلى لبنان في أغسطس الماضي أن هناك حاجة لتدقيق حسابات المصرف المركزي لكي يمكن فهم ما يحدث. الطريق إلى ذلك بات مفتوحا الآن.
مشاهدينا نبدأ النقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي. ينضم إلينا من بيروت سيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا. أرحب معنا من لندن عبر خدمة سكايب السيد محمد حيدر الخبير الاقتصادي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد أمين قموري، يعني بداية كيف صوت البرلمان اللبناني على هذا القانون الذي يتعلق برفع العمل بالسرية المصرفية رغم توقعات صحفية بأنه سيتم دفنه؟ طبعا هو في الحقيقة يعني مات قبل أن يولد أو ولد ميتا إذا أصح التعبير. طبعا الكل يريد أن ترفع السرية المصرفية. صحيح أن السرية المصرفية في فترة من الفترات كانت محفز للاقتصاد بمعنى المجيء بالأموال الاستثمارات والمودعين وغيرها، لكنها منذ فترة تحولت إلى غطاء للثراء غير المشروع للجرائم المالية الكبرى للتهرب الضرائبي. اليوم عندما أقر بهذه الطريقة جرى توسيعه لدرجة أنه بات من الصعوبة بمكان أن نعرف من أين أن نبدأ. طبعا كان المطلوب التوجه إلى المصرف المركزي لمعرفة العمليات المالية كيف ذهبت وكيف توزعت، لكن اليوم عندما نقول الإدارات المؤسسات، وبالطبيعة الحال كان يجب أن يكون تدقيق بحسابات الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة، لكن ليس فقط لمدة سنة أن يرفع بانتظار انتهاء التحقيق، يعني من الآن وحتى سنة الوقت ضيق نسبيا، وبالتالي لا نعرف من أين سنبدأ. هل نبدأ بالإدارات؟ هل نبدأ بالوزارات؟ هل نبدأ بمصرف لبنان؟ وإذا بدأنا في هذا المكان هل هو المتاح أم أن البعض سيقول لماذا لا نبدأ في المكان الآخر؟ وكلنا نعرف أن هناك خلافات سياسية حول من يريد في هذا المكان ومن يريد ذاك. يعني التيار الوطني الحر يريد تدقيقا بمالية المصرف المركزي، في حين الآخرين أو خصومه السياسيين يريدون تحقيقا في وزاراته وتحديدا في وزارة الطاقة أو في وزارة المال لحلفائه مثلا في حركة أمل. وبالتالي يعني عمليا عقدنا المهمة بدل من أن نسهلها، وبالتالي أرسلنا رسالة خاطئة للمجتمع الدولي بأننا ننوي على الخير لكننا لن نفعل شيء. لو كانوا فعلا يريدون أن يقدموا شيء جدي للناس لكانوا بدأوا أو أصلا باستعادة الأموال التي خرجت من لبنان بعد 17 تشرين. يعني البداية كان يمكن أن تكون من هنا، وكان يمكن أن تكون بالبداية بمصرف لبنان ومن ثم الذهاب إلى الوزارات. لكن تجربة لبنان مع القضاء والتحقيقات يعني علاماتها تظهر من التحقيقات الجارية في قضية المرفأ. لذلك من سيقوم بهذه المهمة وكيف سيقوم، وهل يمكن فعلا الثقة بالمجموعة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلنا إليه الآن؟ أسئلة كثيرة ومهمة سيد أمين قموري، اسمح لي أشرك معنا سيد محمد حيدر وأجدد الترحيب بك معنا سيد محمد الخبير الاقتصادي. ما رأيك، ما القيمة القانونية ومدى جدية هذا القانون؟ هل بالفعل يحقق مبدأ الشفافية في البلاد بالفعل أم هو ذر للرماد بالعيون؟ لا أعتقد أنه ذر للرماد، ولكنه أفضل من لا شيء. يعني عندما يقر البرلمان أنه رفع السرية المصرفية لمدة عام، وطبعا هذا ممكن أن يكون قابل للتمديد وممكن أن يكون غير قابل للتمديد، لكن أن نقول أنه لا نستطيع أن نعرف أين نبدأ بالتحقيق هذا أمر يعني معيب بحق الدولة اللبنانية، وعلما أن الدولة اللبنانية ليست ملاك من الملائكة، يعني نصفها مليء بالفساد والأمور يعني غير القانونية. أما أنه ليس هناك فرصة، لا أبدا، هذه فرصة لإعادة الثقة. ويجب أن نفهم ما هي المشكلة في لبنان، يعني هل هي مشكلة الاقتصاد اللبناني أم هي مشكلة قطاعات خاصة في لبنان. الاقتصاد اللبناني أنا ضد هذا التوجه أن يقول أن الاقتصاد اللبناني في حالة يعني مدرية أو حالة خطر أو لم يكن يؤدي واجبه بشكل صحيح أو أداء بشكل صحيح. هناك بعض الجوانب وبعض القطاعات في الاقتصاد اللبناني وتحديدا قطاع المصارف، يعني قطاع المالية، وهذه المسائل التي يمكن يعني تجعلنا نختار الملف الذي نريده في هذه التحقيقات. يمكن أن يبدأ التحقيق في عدد من القطاعات بنفس الوقت، يعني في القطاعات المصرفية. وما هي المشكلة؟ هناك مصارف رفضت أن تعطي أو ترفض أن تعطي الودائع
للمواطنين. ما علاقة هذا الأمر يعني بالمواطن؟ لماذا المصارف لا ترفض؟ لماذا مصرف لبنان يسكت عن هذه الحالة غير القانونية؟ علما أن مصرف لبنان هو الحامي لودائع المواطنين، هو الموجه للسياسة المصرفية والسياسة المالية في لبنان، أو هو راعي السياسة المالية، هو الذي يحفظ مالية الدولة، هو الذي يحتفظ بالأموال الفائضة ويتصرف بحسابات الدولة، هو أيضا وكيل هؤلاء المودعين، وهو الذي يضع الخطط الاستراتيجية للمصارف على المدى الطويل من حيث السياسة المصرفية. إذن لماذا تمتنع هذه المصارف؟ لماذا لا تعطي الودائع؟ لماذا هربت هذه المصارف كميات كبيرة خارج البلد في وقت يعرف اللبنانيون ويعرف رؤساء أصحاب هؤلاء يعني البنوك، وهم معروفون أيضا أنهم يتهربون، يعني يهربون الأموال من لبنان عن قصد، وهم يضيقون على الاقتصاد اللبناني، وهم يضرون بالاقتصاد اللبناني علما أنهم هم جزء من الاقتصاد اللبناني بشكل عام. إذن هنا نعرف قد نبدأ في الوزارات بشكل عام، وقد تحدد ليش جميع الوزارات، لماذا في هذه الوزارة وليست تلك الوزارة. إذا كان هناك من محقق عدلي، يمكن أن بدل من يأتي من محقق واحد يأتي بعشر محققين، ما المشكلة؟ يعني ما في مشكلة أبدا عند القضاء اللبناني أن يكون بهذا. أما إذا المسألة بدأت تذهب إلى المسائل السياسية، طبعا سيكون هناك غير عدالة يعني في المجتمع اللبناني، وهذا ما لا يريده المواطن اللبناني. يعني يكفيه من خنق ويكفيه من فساد في الإدارات الموجودة. طيب يعني باعتقادك سيد محمد، يعني هل القانون سيسمح بالتدقيق بكل الوزارات بما فيها وزارة الطاقة التي كان يسيطر عليها فريق رئيس الجمهورية؟ وإذا كان رئيس الجمهورية شو يعني في عليه غطاء هو وغيره؟ إذا كان في من يكون هو واثق من نفسه أن ليس عليه شبهة لا يهمه التحقيق، لكن إذا أراد أن يتعاطى مع المسألة بطريقة سياسية إذا هناك شبهة حاضر. بغض النظر يعني فريق هذا الفريق أو ذاك الفريق أو الفريق، في التقرير أنتم تقولون أن هذه المسألة هي ضد أمل وحزب الله. يا عزيزي، حزب الله يعني لا يخجل أن يقول من أين يأتي بالأموال، هو لا يهرب الأموال، هو يقول علنا أنا يعني هو يأتي بأطنان من السلاح، لا يعرف كيف يأتي بالدولارات، هو يقول أنا أتي بالدولارات من ذلك المكان، شو بدك تحقق معه؟ مش بحاجة للمصارف أصلا. وحركة عمل نفس الكلام، لكن نقول الفساد الموجود في الدولة اللبنانية، من ينهب الخزينة اللبنانية، من لم يقدم وثائق أو ميزانية الدولة على مدى 20 عام من يعني وزارة المالية أكثر من هيك، وزارة المالية لا تقدم ميزانية للشعب اللبناني للبرلمان اللبناني. هذا هو التحقيق الحقيقي. طيب. التحقيق يجب أن يكون في بكل الوزارات التي مرت من أيام الرئيس الحريري إلى يومنا هذا. هل يسمح بذلك بالفعل؟ يعني أسأل سيد أمين قموري وأشركه، هل بالفعل يسمح القانون بالتدقيق الجنائي في كل الوزارات، أم ثمة عراقيل قد تحول دون ذلك سيد أمين؟ لا طبعا طبعا، هو هذا القانون أقر للبدء في التحقيق الجنائي في بشكل متوازي بالإدارات والمؤسسات العامة وفي مصرف لبنان. يعني وبطبيعة الحال هذا كان مطلب اللبنانيين منذ فترة طويلة. صحيح. أن يكون مثل هذا القانون، وهو أنا باعتقادي يجب رفع السرية المصرفية بالكامل، أو أن يكون هناك معرفة بالحسابات، لأن اللبنانيين حتى البسطاء منهم يهربون أموالهم أو يهربون أرباحهم بهذه الطريقة، وتفقد الخزينة مورد أساسي من الموارد التي يفترض أن تأتي إليها. يعني مثلا أنا صحافي أعمل خارج الدوام، هذا دخلي لا يسجل كدخل وبالتالي أحاسب عليه، وبالتالي تخسر الموازنة شيء من التي تريده. لكن المشكلة في لبنان هذه الطبقة السياسية، هذه الطبقة السياسية صحيح أنها بشكل مختلفة وهي تتقاتل، وهي عندما تقتتل تحرق هذا البلد، لكنها عندما تأتي الأمور إلى حد رقبتها، عندما يصل السكين إلى حد رقبتها تتحد بطريقة فظيعة، هي لا تقبل بأي شكل من الأشكال. اليوم يستخدمون هذه المماحكات، كل فريق ضد الفريق الآخر، هذا الفريق يقول عن ذاك الفريق أنه سرق في الوزارة التي تسلمها لفترة أخرى، يرد عليه الفريق بإظهار بعض الوثائق التي تظهر شيء آخر.
لكن عندما سيبدأ التحقيق جدي وسيطال الجميع، وحتما هو سيطال الجميع، وعلى الأقل الفصائل السياسية التي حكمت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم وهي معروفة بالاسم وباللون، لكنها ستفعل أي شيء لتضيع هذا الموضوع. وباعتقادي اليوم هذه المجموعة نفسها التي تختلف في شأن الحكومة هي نفسها لا تريد حكومة، لأنها تدرك تماما أن الانهيار سيحصل، وبالتالي هي لا تريد أن تتحمل مسؤوليته، وهي أيضا لا تريد أن ترى بعينها ماذا يمكن أن يكون أو أن يأتي به التحقيق، لأن التحقيق في النهاية هو مطلب. ولماذا أضاع كل هذا الوقت منذ فترة وحتى اليوم؟ يعني عمليا هناك سنة بالكامل ضاعت عن هذا المطلب. البنك الدولي طالب بذلك، صندوق النقد طالب بذلك، الحركة الشعبية في لبنان تطالب بذلك، والكل يعرف تماما أن هذا مطلب أساسي. اليوم حال جيد جدا، وصلنا إلى هذا المستوى. السؤال كيف سنتصرف خلال السنة المقبلة أو من عمر السنة من عمر هذا القانون، يعني سيعيش لمدة سنة، هل فعلا سنصل إلى نتائج؟ كل ما أتمناه هو أن نصل إلى نتائج. لكن في الأمس أيضا، وهنا أتحدث عن القضاء يعني وعن هذه الطبقة بالذات، يعني مسألة بسيطة تتعلق باستدعاء رئيس حكومة، رأينا كيف استنفر المذهب العصب الطائفي وكيف تحولت الأمور، في حين كان الأمر بسيط، كان يمكن لرئيس الحكومة أن يذهب ويقول أنا تحت القانون وهو أصلا غير متورط. فكيف بالأحرى بالمتورطين والذين فعلوا في البلد ما فعلوا؟ هل سيذهبون فعلا إلى هذا المكان؟ هل سيقبلون بأن يجروا إلى السجون؟ وبطبيعة الحال إذا ما تم التحقيق، أعتقد أن كل هذه الطبقة وكل أزلامها وكل رجالاتها والمصارف ستساق إلى السجون. يعني لا يوجد أحد في لبنان، حتى الإعلام قد يساق إلى السجون بفعل ما يمكن أن يكون بفعل هذا التحقيق الجنائي. النسبة المتورطة كبيرة جدا، وهي مستعدة أن تفعل أي شيء لتحمي نفسها. وبالتالي هنا سيد محمد، يعني هل التدقيق باعتقادك هو ممحكة سياسية داخلية فقط، أم سيكون بداية حقيقية للإصلاح؟ لا، هلا شوفي، يعني الاستاذ امين بيعرف بالاجواء اللبنانيه والممحكات والكيديات السياسيه. ما يتعلق برئيس الحكومه، يعني تصريف الاعمال، يعني معروف هذا الرجل، يعني توجهه السياسي وتوجهه وحتى اخلاقه ومناقبيته هي الطريقه التي تمت بها عمليه استدعاء رئيس الحكومه، يعني بهذا الشكل، بينما القضاء ترك كثير من الناس الذي لهم علاقة بهذه المسألة، وبالتالي وهنا تبدأ الكيدية السياسية. عندما يكون التحقيق عادل ويستدعي الجميع وبدون كيدية، لا أعتقد أنه رئيس الحكومة لديه مانع أو أي آخر. هلا فيما يتعلق بكثير مثلا من الفاسدين في لبنان، أنا أتذكر أنه حركة أمل تحديدا هناك وزيرين، والأستاذ أمين بيعرف، كانوا فاسدين، الوزير عبد الله وكان وزيرا للزراعة وتم محاكمته، والوزير محمد بيضون وأيضا كان من الفاسدين وتم محاكمته، هم وزيرين من حركة أمل. حزب الله يقول إذا كان لديكم ضدي دليل فليتفضلوا، أنا أريد أن أذهب إلى التحقيق. فإذا نشوف المسألة، لا نريد لا مسألة تيار ولا كتائب ولا أحرار ولا مستقبل ولا حزب الله ولا أمل ولا غيره من الناس. من تثبت عليه أو ما يثبت عليه الفساد هو فساد، خلص انتهى الأمر، يعني يستدعى إلى التحقيق، وساعتئذ يمكن أن يقال أنه هذا فاسد أو هذا غير فاسد. فبالتالي يعني يجب أن تكون المسألة مسألة فيها نوع من العدالة، ومسألة تحفظ كرامة الجميع، وبالتالي الكل يكون راضي عنها. هلا اذا كان في بعض الجهات يعني اللبنانيه غير راضي عنها، هذا مساله تتعلق به، وهو يجب ان يتحمل هذه المسؤوليه. يعني طيب، باعتقادك سيد امين قموريه، هل من تصفيه حسابات تستهدف رياض سلامه حاكم مصرف لبنان من قبل فريق معين يعني يهم اسقاط الرجل عبر هذا القانون؟
طبعا طبعا، يعني المماحكات السياسية في هذا الإطار موجودة، يعني هناك نصف الطبقة السياسية يصوب نحو رياض سلامة، وهناك النصف الآخر يريد حماية رياض سلامة لأنه متورط معه لرياض سلامة. باعتقادي اليوم المسألة ليست رياض سلامة، مسألة نظام بأكمله. رياض سلامة في النهاية هو يعني أداة، هو موظف. طبعا أعرف تماما أن رياض سلامة هناك حماية أو مظلة دولية فوق رأسه، وهي التي أبقته حتى هذه اللحظة، لكن ما أبقاه أكثر أنه يده في فم كل الطبقة السياسية في البلد. لذلك أكثر من مرة كان بإمكان هذه الحكومة التي هي خارج تيار المستقبل، خارج من يحمون، خارج القوات اللبنانية، خارج من يحمون رياض سلامة، لماذا لم تتخذ مثل هذا القرار بإزاحة رياض سلامة؟ أنا باعتقادي المسألة أكبر من ذلك بكثير. العامل الدولي دخل على الخط، وفي في في الداخل كل هذه الألعاب السياسية والمناورات السياسية والالتفافات السياسية، لأنها تدرك إذا ما قيد سيق رياض سلامة إلى القضاء سيكون مصيرها الذهاب معه. المشكلة هي في هذه التركيبة السياسية ككل. اليوم رهان، جزء من الرهان هو على الخارج للضغط لإضعاف هذه الطبقة أو للنيل منها من بعض الأشياء، لكن أيضا علينا أن نقوم بشيء مهم جدا وأساسي، يعني في القضاء. الثورة القانونية اليوم باتت مطلب أساسي في هذا البلد. لعل ما حدث اليوم يكون بداية، وهنا أقول ما حدث اليوم هو نتيجة هذا الضغط. هذا الضغط يجب أن يستكمل حتى يصل إلى نهاياته. هذه بداية يجب أن تستكمل، بمعنى أن يكون هناك مؤازرة فعلا لعمل التحقيق الذي سيجري، وصولا لتحقيق النتائج المتوخاة. وعندها برأيي رياض سلامة متورط، والقادة السياسيين الستة أو السبعة الذين يديرون البلاد متورطين، وأصحاب المصارف أيضا متورطين، لأن الكل يعرف ما حدث في البلد. صحيح أننا نعرف المجرمين، لكن نعرف الجريمة، لكننا لا نريد أن نسمي المجرم علما أنه صار معروفا والكل يشير إليه بالبنان دون أن يسميه. يعني سيد محمد، هل يفلح بالفعل هذا الضغط في وفضلك شوي. لماذا هناك غطاء؟ لماذا هناك غطاء دولي على رياض سلامة؟ ولماذا تسكت هذه الدول وهذه التغطية الدولية لرياض سلامة؟ لماذا؟ رياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان يجب أن يحمي ودائع اللبنانيين، يجب أن يعني يجب أن يكون مؤتمنا على هذه الوظيفة. يغطي على فلان، لا يغطي على فلان، يغطي على فلان، أنا شو ذنبي كمواطن؟ أنا بتيجي البنوك بتسرق لي ودائعي، أنا مغترب وهناك مئات الآلاف من المغتربين اللبنانيين، الآن ودائعنا مرهونة في المصارف وليس لنا حق بها، أي حق هذا في لبنان؟ أي سياسي في لبنان يرضى هذا الأمر؟ يعني اللبناني الموجود في الخارج فقط هو للحلب وهو فقط للاستنزاف؟ ويتغنى اللبنانيون والسياسيين اللبنانيين بأن لبنان الاغتراب هو الذي يمد يد العون له، والآن تقطعوا أيدينا؟ ويسرق المصارف، تعبنا وعرق أولادنا وتعبنا في هذه السنوات، في سنوات الاغتراب، أموالنا كلها شحناها إلى لبنان. من يطالب بأموالنا؟ طيب. الآن الآن يدعوننا الذهاب إلى لبنان، نحن نريد أن نذهب إلى لبنان لكي نشحد من المصارف $100. سأعطي سيد أمين قموريه في الثواني الأخيرة فرصة للرد على تعليقك سيد محمد حيدر. وصلت الفكرة. سؤال. كلهم أنا مع أستاذ محمد حيدر باللي عم يقوله، صحيح. طيب سيد محمد، لماذا هذه الحكومة وبالمجتمع اللبناني أيضا، لماذا حكومة حسان دياب وهي معروفة بمن تمثل، لماذا لم تقتلع رياض سلامة من مكانه؟ لماذا لم تقيله وتعين بديل عنه؟ ما هنا السؤال، من منا مع الخارج ومن منا ضده؟ مصرف لبنان عين في لبنان منذ حكومة للأسف كلنا كلها طبقات والحرير الثاني، ورح يمر علينا الحرير الثالث، ورح يسحب بساط الحرير منا. هذه أموالنا، أرزاقنا. أنا إلي أكثر من 35 سنة كما غيري من اللبنانيين خارج لبنان. صحيح.
هيجيب الرئيس بس عندما نتهم فريق ودون ان نتهم الاخر. طيب وصلت الفكره سيد محمد حيدر، اعتذر ولكن انتهى الوقت. سيد محمد حيدر الخبير الاقتصادي من لندن كنت معنا عبر خدمه سكايب، كما اشكر ايضا سيد امين قموريه الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لكم وضيفي الكريمين. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.